هذه الحشود الشعبية اليوم خرجت بعيدا عن الأطراف السياسية المتصارعة. هذا هو صوت الشعب العراقي الحقيقي التي رسالتنا هي للمجتمع الدولي، من خلالها نصل رسالة للمجتمع الدولي ولمجلس القضاء إذا كان فعلا مستقل، إننا نرفض كل الرفض تشكيل حكومة موجود فيها من الأحزاب السياسية السابقة، ونرفض الإطار رفضا قاطعا. نطالب بحكومة قاد وطني، حكومة قاد وطني تعد لكتابة دستور جديد وتاريخ جديد لسياسة العراق بعيدة عن السلاح والميليشيات والسلاح المنفلدة اللي شاهدناه قبل فترة. ما بعد زيارة الأربعينية ليس ما قبلها، في 11 سوف يكون انتقام شديد من الأحزاب والسلطة، ونصحنا القوات الأمنية، ننصح القوات الأمنية بعدم حماية الفاسدين وإغلاق جميع المكاتب الحزبية، لأن ما بعد الزيارة الأربعينية يكون ثورة عارمة تستهدف جميع الطبقة السياسية برمتها، وأولها الخضراء، وأولها الخضراء، سوف الخضراء تصبح حمراء. أينما وجد الفساد تشرين موجودة إن شاء الله. أبعان الله اليوم مظاهراتنا مظاهرة سلمية، خرجنا من كل أنحاء العراق مطالبين برفض تشكيل الحكومة الإطارية. اليوم الشعب العراقي كله يرفض تشكيل هاي الحكومة الإيرانية، نريد حكومة عراقية وطنية. اليوم نطالب بتعديل قانون انتخابات، رفض مشاركة الأحزاب الفاسدة اللي شاركت بالعملية السياسية منذ 2003. اليوم الشعب العراقي إن شاء الله انطى قراره، وإن شاء الله ورا الأربعين نازلين إن شاء الله بعون الله، ونرفض هاي الحكومة إن شاء الله. القتلة شبابنا ودمرت بلدنا هذا كله بسبب هاي الأحزاب الفاسدة، وإن شاء الله ما تحكمنا لا إيران ولا حكم خارجي، نريد حكم من بلدنا، نريد الغيرة يحكمونا، عراقيين عدة غيرة. ان شاء الله ورا محرم عايدين، ويخلص سيار محرم الحسين ونعود لهم ثورة تشرين تعود من جديد، طالب دم شهداها ان شاء الله. لهنا ولنقل الاحزاب كافي من 2003 ولحد الان تقتلون وترجعون لورا، تحجون باسم الدين وتبكتوا الدين كله، صعدتوا سيارات بحياة العالم ما صعد، قتلتوا الشباب اذيتوهم، خليتوا الشهادة كلها تندمر، طغيتوا على العالم. كافي للاطار، كافي لهنا وكافي هنا، كافي دمرتونا الشباب، دمرتوها اذيتوها قتلتوها، شهداء 800 براس من الطرف الثالث عرفناكم، وانتو انسحبوا بنيتوا اشكال والوان، انسحبوا كافي.